في قصة حلوة جوات هيدا الكتاب، قصة عمرها بحدود 50 سنة، قصة عالم حب ومدينة، مدينة صغيرة لنا باريس ولنا روما، مدينة أحلى من أجمل مرة، مدينة غرقت وقامت 7 مرات، حد البحر في مطرح كان كله موسيقى، فوق الموسيقى كان في صوت قواص، بس كان كل ما يعلى صوت القواص عطول تعلى الموسيقى أكتر. بقوض هيدا المطرح في عالم تعرفوا عرف العمر وغيرهم تلاقوا بحب الصيفية، وفي منهم شافوا حب حياتهم بالأبيض عبوابه، وغيرهم استقبلوا السنة الجديدة هن ولابسين أحلى تياب عندهم. هالمطرح كل عمره مليان قصص، مليان ذكريات، مطرح فيك تتلاقى فيه على الترويقة بكاترين دونوف، ويا ما ناس قطع من حد ومارلين براندو باللوبي بس ما سلم لأنه كان راح يحضر جاك بريل، وعندي دليل أنه لما أجوا عمر وفات ناموا فرد أوضة، وبريجيت باردو آخ عبريجيت باردو. وبتعرف شو في أحلى من فيروز؟ تكون فيروز وأم كلثوم وعاصب فرد سهرة، يا ما دبكوا ورقصوا ودقوا موسيقى وعملوا سحر بمطرح كله سحر. لما العالم تعرف على جورجينا رزق كله بلش من هون. وقديب هيدا المطرح تبدلت الموضة من لما راح الباديليفون لحد ما رجع درج، من أيام الريش للورود بالشعر، وكم فيل ما كان يكتمل إلا بمشاهد قدامه. يمكن هيدا منا بس قصة أوتيل ببيروت، في شي أكتر من هيك بين هالمطرح والعالم اللي كانوا فيه. هيدا قصة حب صار عمره فوق 50 سنة وبعدها بأولها.